أمام من؟ أمام دانيال ألفيس. تقدم وجودا مارك غونزاليس. تبقى تشيلية، تبقى تشيلية، تبقى تشيلية، لكن جيلبرتو سيلفا إلى روبينهو. يمر روبينهو، يمر روبينهو، يمر روبينهو. يلا 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 يلا. روعة 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 من روبينهو، روعة من روبينهو، روعة من روبينهو، روعة من روبينهو. هذا هو البيلي الجديد كما يقال في البرازيل. برافو برافو برافو، متع نفسك ومتعنا يا ابني. روبينهو روبينهو روبينهو، لاعب رائع جدا، لاعب فلتة 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 في المنتخب البرازيلي. افرح دونجا افرح. عندك روبينهو، اطمئن يا سيدي، لانه ممكن في اي لحظة يصنع لك الفرجة ويصنع لك المتعة ويجيب لك الاهداف، ينقذك في اي لحظة يا دونجا. ما تخافش دام عندك روبينهو. شوف الاول مر، شوف الثاني مر، شوف الثالث سدد. روبينهو ثلاثة، روبينهو ثلاثة، تشيلي لا شيء. هذه النتيجة في هذه المباراة هي بهذا الشكل، روبينهو ثلاثة، تشيلي صفر في هذه المباراة في البوني بونتال في فنزويلا. عرض كبير لروبينهو، الجوهر الواضحة في المنتخب البرازيلي مع الفريق الحالي، الجوهر الواضحة التي تزين أداء البرازيل تتمثل في شخص روبينهو، اللاعب الذي يبدع في هذه البطولة. قدم عرضا قويا أمام المكسيك حتى وإن لم تنجح البرازيل، لكن كما يقال يد واحدة لا تصفق. هذا اليوم يد واحدة، يد روبينهو صفقت للبرازيل، والحناجر هتفت لروبينهو، والجميع صفق لروبينهو، والفوز كان بعرض غير مقنع للبرازيل لكن بعرض جيد لروبينهو. ثلاثة للسيليساو، لا شيء لا شيء لتشيلي. شوف أمامك يلعب كرة قدم بشكل جميل كما يقال، يمتع نفسه يمتعنا، مبدع اللاعب روبينهو.